كما المضافة العلمية والخبرة ديال السادة الأساتذة ولا الأطقم الطبية ولا الممرضين ما بقيش عندنا كنديرو مستوى طول. الخوقة المواطن عنده الشغف للمؤسسات اللي من هذا الجيل هذا غادي يخوي المؤسسات الأخرى وغيخوي المستوصفات وغيجي عدنان مع الوقت. الصورة ديال المشفى الجامعي غادي تنزل وإنما أيضا ثانيا غادي من غير بالقيمة داكشي كانت عندنا مثلا 100 ولا غادي نقدر 500 سارية مثلا هذه تبدا عندنا في الحقيقة في الحقيقة 297 سارية لأنه غير زدنا هذوك وبدلنا لهنا لا حنا الهدف ديالنا أنه 797 سارية إضافي إلى ما هو موجود نزيدوا القدام ماشي غير نبدلوا ونبقاو تاني في هذا الشيء الوحيد اللي باغي نكتبوا هذا هو ان المواطنين مصلوح في المستوى انهم يتفهموا الطبيعه كعدد بالمستوى الجامعي ما نضيعوش الوقت في المستوى الاول الايام الاولى احنا غاديين كان الناس كيبغيو يكتشفوا كيجيو يشوفوك مي خصنا الناس يفهموا بان المستوى الجامعي كيتكلف بمستوى ثالث هذوك الناس اللي يجيو للمستشفى الجامعي خصنا نقابلوهم مزيان ونعطيهم فرصه لعلاجات متطوره يعني ما كاينش في المستشفى الاخرى دونك اذا بقينا في هذا المستوى الاول والثاني راه ما نوصلوش للمستوى الثالث دونك خصنا المواطنين يحتاربوا مصانع علاج الاول الثاني ثم الثالث وكل مواطن عنده الحق والشفافيه انهم تتبع المصانع ويوصل على مستوى بدون تدخل نجاح القطاع الصحي كيف تبنى أولا النقطة الأساسية الأولى هي ما هو وقائي لكن ما هو وقائي خصنا نحترموا المسار كان السيد المدير في السنوات قبل ما يفعل هذه النقط كاملة خدمنا عليهم بشكل استباقي ولكن ماشي غير بشكل نظري مثلا احترام المسار خدينا هذه السنة كان واحد مصلحة في المركز الاستشفاء الجامعي اللي هي مصلحه التكوين والابتكار والبحث قامت بواحد الدراسه واحد النهار خدينا واحد النهار مشاو للمستعجلات محمد الخامس داروا على اساس مجموعه ديال واحد الطاقم طبي اللي جا هذاك النهار من المستعجلات نشوفوا شكون هو علاش جا في منين جا طاف دراسه لان باش تشوف باش تكون عندنا واحد الاستباقيه القيمه تقريبا ما يقارب 70% اللي جات المستعجلات ماشي مستعجلة باش نوصل الفكرة ديالي من درجة ثالثة فالمستعجلات إلا كانت 70% اللي هي ماشي مستعجلة يمكن تشاف في المستوصف الصحي أو واحد المستشفى ديال القرب آخر غادي تنعكس سلبا على واحد الحادثة لأن ما كاينش طاقم محدود يعني إذا كانوا خمسة راهم خمسة كاينين جات واحد الحادثة الطبيب ولا ممرض اللي ما غيخص وقته في هذيك الحاله واش اللي هو افي بي الكونسول ولا غيشوف واحد مثلا عنده لي زونجي غير باش نقول لكم المستشفى من غير هذا السيد المدير شخصيا قبل ما نبدا دار واحد الاجتماع مع المسؤولين عن القطاع الصحي في المستشفيات الجهويه المدير الجهويه باش يحسوا باش ياكد باش يساهموا على احترام هذا المسار لان حنا مستعدين نشوفوه ولكن ما غاديش تبقى الجمله اللي في اللي حددتها المديريه تدريج كما قال الاستاذ اسماعيل حنا غادي اللي كاين في هذا العاملين في القطاع انه لا اساتذه ممرضين اذا لم يجي واحد العزيمه قويه باش ننجحوا المشروع الملكي باش نحكوا هذه الجمله منتدى المواطنين ولكن بالتدريج وتضافر الجميع اللي من بينهم الصحفيين. توسكي ريتمولوجيك كنبداو من لا ستيمولاسيون دو بلو سام يعني بوز دو بيس ميكر لو ديفيبريلاتور حتى تقنيه الاستئصال ديال عدم انتظام ضربات القلب وهي مجهزه بواحد لو سيستيم ديليكتروفيزيولوجي واحد لو سيستيم اللي كيمكننا يكون عندنا واحد الخريطه ثلاثيه الابعاد اللي كتمكن لوبيراتور لو كارديولوج ولا لو ريتمولوج انه يمشي بواحد الطريقه دقيقه لمركز الخلل ويستأصلو بواحد الطريقه جد امنه غراس على تكنيك دو لا راديو فريكونس يعني
يعني الحرارة وحدة فيها 12 قاعة، هذه القاعة ديال الجرح.